بعد ما نظفت الكاونتر جبت المكونات اللي راح احتاجها بوصفة اليوم، ناقص الطحين هسه راح اروح اجيبه. اعتقد هاي زينة احط بيها الطحين، تعالوا وياي. راح اسوي وصفة هند الفوزان بالسنابون رول. طبعا راح نحتاج 3 ملاعق سكر، ملعقة كبيرة خميرة، رشة ملح، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نص كوب زيت، نص كوب ماي دافي، 5 ملاعق الحليب بودرة، وثلاث ارباع لبن. اوكي طبعا ما كان عندي لبن شرب، فحطيت لبن اكل وخلطته ويا ماي لين ما سويته 3 ارباع كوب. ونحتاج 2.5 كوب طحين، هاي على مود العجينة. حرفيا السنابون هش هش بطريقة. طبعا هذا تصوير بعد يمكن تقريبا 6 ساعات، طلعته من الفرن برا تخيلوا، وهيج بعده العجينة بعدها، فهو جدا هش، العجينة هشة، والداخل اللي هو الدارسين ويا الشوكولا خلطة صدق طيبة. فجربوا جربوا الطريقة.